التمرين 10 صفحة 166، عين معادلة للمستقيم دلتا الذي يشمل ناقص واحد ثلاثة، ناقص واحد ثلاثة. ومعامله ناقص اثنان، معناتها نص مستقيم، معناتها نختار مستقيم ونشوف هنا المستقيم مثلا هنايا، ندير معادلة المستقيم، لازم ناقص 1.16 تولي اثنان، ليس هذا المستقيم، لازم نعدلوها تولي ناقص اثنان. هنا ناقص واحد، لازم المقابل على المجاور يساوي ناقص اثنان، اذا نجي هنا ناقص اثنان اكس زائد واحد، اذا هذا المستقيم حسب جيوجبرا ناقص اثنان اكس زائد واحد، هذه الطريقة بجيوجبرا. الان كيف نعمل تحليليا جبريا؟ جبريا المستقيم له معادلة من الشكل AX زائد B دالة تآلفية. المعطيات الأولى أنه يشمل المعطيات الأولى أنه أن معامل توجيهه ناقص اثنان، معناها A ناقص اثنان، A ناقص اثنان، هو قال معامل توجيهه ناقص اثنان، معناها قال هذا العدد يساوي ناقص اثنان، معناتها نكتب المعادلة ونعوض بناقص اثنان. هناك مجهول وحيد، نعوض إحداثية النقطة إكس بي إجراك بي إجراك بي إكس بي، تصبح عندي معادلة فيها مجهول واحد هو بي، هو البي. إذا إجراك بي بثلاثة وإكس بي بنقص واحد، يعود ثلاثة ناقص اثنان ناقص واحد. هنا كم تساوي؟ هنا تساوي اثنان زائد بي، اثنان الى الطرف الاخر، معناها بي واحد. معادلة المستقيم، معادلة المستقيم ناقص اثنين اكس زائد واحد، ناقص اثنين اكس زائد واحد نفس المعادلة التي وجدناها بجيوجبرا، ناقص اثنين اكس زائد واحد. انتهى الفيديو.